مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج من القاهره الذي يبدا الان ويستمر حتى قبل منتصف الليل بدقائق قليله. مساء الخير يا ايمان. مساء الخير يا شادي، مساء الخير لكل مشاهدينا. هنناقش مع حضراتكم النهارده ملامح برنامج الحكومه الذي يتم اعداده حاليا للعرض على البرلمان القادم بعد ادخال بعض التعديلات عليه كما ورد في اجتماعات مجلس الوزراء، وتحديدا اجتماع اليوم الذي أعلن فيه أنه سيتم التركيز على المشروعات الخدمية التي تأخذ الطابع الجماهيري. هيكون معنا في هذا الحوار الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الهواري، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا والمتخصص في الشؤون الاقتصادية. من جانب آخر هنناقش في حوارنا الثاني مجلس النواب ونوابه، ما الذي ينتظرونه من الحكومة من خلال برنامجها؟ أهم المطالب والقضايا التي يرون ضرورة أن تركز عليها حكومة المهندس شريف إسماعيل، وده هيكون حوارنا الثاني. صحيح، وهيكون معنا دكتور مدحت الشريف عضو مجلس النواب واستشاري الاقتصاد القومي في هذا الحوار. ولكن قبل أن نبدأ في حوارات هذه الليلة بالتأكيد هنبقى مع مجموعة من أخبار هذا اليوم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية فيدريكا جويدي والوفد المرافق لها واللي بيضم ممثلي كبرى الشركات الإيطالية. استقبل أيضا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الوزيرة الإيطالية والوفد المرافق لها، وحضر اللقاء وزيراء الاستثمار أشرف سلمان والتجارة والصناعة طارق أبيل والسفير الإيطالي بالقاهرة. وصرح السفير حسام القويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء أوضح أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية والإمكانات لتعزيز التعاون بين الدولتين بما يدعم تواجد الشركات الإيطالية في السوق المصري خاصة في المناطق الاقتصادية الخاصة. وزيرة التنمية الاقتصادية كان ليها مؤتمر صحفي أكدت فيه التزام بلادها بالشراكة مع مصر وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي معها من خلال تعزيز الأسواق التجارية والاستثمارية في الدولتين، وكذلك العمل بصورة مشتركة في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط. وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل عقب انتهاء جلسة مباحثات الوفدين المصري والإيطالي، قالت إن الجانب الإيطالي مهتم بالتعاون مع مصر في قطاعات عدة مثل البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والبتروكيماويات وصناعات الحديد والأسمنت، مشيرة إلى أن إحدى المؤسسات الإيطالية سوف تقدم نحو 1.2 مليار دولار لتطوير معمل ميدور لتكرير البترول، كما أعلنت أن هناك مشروعات أخرى يتم دراستها حاليا للتعاون المشترك. أيضا مع مجلس الوزراء والذي بحث من خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية بيأخذ في الاعتبار كافة الاعتراضات اللي أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 عند مناقشته في جلسة إقرار القوانين الصادرة في غيبة البرلمان. من ناحية تانية أكد المجلس أن الحكومة هتواجه بكل حسم محاولات استغلال قرار زيادة الجمارك على السلع الترفيهية والكمالية برفع أسعار السلع. قام المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية يرافقه اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية تضمنت تفقد ومتابعة ما يجري تنفيذه لأعمال مشروعات الري بالقنطرة شرق بأرض سيناء. وقال محافظ الإسماعيلية للصحفيين إن أهم تلك المشروعات هو مشروع صحارة ترعة السرابيوم أسفل قناة السويس، والذي تصل جملة تكلفته نحو 175 مليون جنيه، ويتم تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتوفير المياه لاستصلاح 70,000 فدان في سيناء والاستفادة منها في زيادة المساحات المستصلحة في سيناء إلى 100,000 فدان كمرحلة ثانية من إجمالي مساحات المشروع البالغة 420,000 فدان. أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها رفضت دخول شحنة قمح قادمة من فرنسا لمخالفتها للمواصفات القياسية المصرية وهيئة الكودكس العالمية. وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنها لن تسمح بدخول هذه الشحنة واللي بيبلغ حجمها 63,000 طن لاحتوائها على نسب عالية من فطر الأرجوت
بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية وهيئة القادكس العالمية واللي بتسمح ب 5% من هذه يعني من فطر الأرجات. أوضحت أيضا وزارة الزراعة أن هناك تعاون وتنسيق واتفاق بين وزارات الزراعة والتموين والصحة بالالتزام بالمواصفات القياسية. وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء جامعة العريش الحكومية بمحافظة شمال سيناء. اللواء سيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أكد أنه خلال الأسبوع القادم سوف تقوم لجنة من رؤساء الجامعات المصرية بزيارة إلى محافظة شمال سيناء ومعاينة الإنشاءات والكليات المقامة بفرع جامعة قناة السويس بالعريش، وذلك تمهيدا لإصدار قرار بفصل الفرع عن الجامعة لتكون جامعة مستقلة تحت اسم جامعة العريش. وقعت مصر والسعودية اتفاق لزيادة الاستثمارات في القطاع العقاري المصري، حيث اتفقت شركة السعودية المصرية للتعمير والمملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية مع بنكي الأهلي المصري وبنك مصر على استكمال قيمة القرض طويل الأجل المتفق عليه بين الجانبين من قبل، بما يسمح بضخ نحو 508 مليون جنيه في مشروعات الشركة، حيث تبلغ قيمة القرض الإجمالي حوالي 600 مليون جنيه هتستخدم لتمويل مشروع نايل تاورز. من جانبه قال محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية في السعودية إن الحكومة السعودية حريصة على زيادة استثماراتها في الشركة اللي بتمثل نموذج ناجح للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية وبتعكس مدى الترابط والعلاقات المميزة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين. وزارة الداخلية أصدرت بيان يتعلق بتفاصيل عملية تبادل إطلاق النار التي تمت بين قوات الأمن وبعض الإرهابيين في منطقة حدائق المعادي، وأكدت وزارة الداخلية في هذا البيان أن الإرهابيين لدين لقيا حتفهما في عملية تبادل إطلاق النار، هما يرتبطان بالمسؤول عن تنظيم أجناد مصر. فأوضحت الوزارة في بيانها أن الإرهابيين كان على صلة تنظيمية بالقيادي الإرهابي أحمد جلال أحمد مسؤول ما يسمى بتنظيم أجناد مصر الإرهابي السابق تورطه في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بالمنطقة المركزية. أوضحت الوزارة أن المذكورين من العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العديد من الأعمال العدائية وأبرزها اغتيال أحد مجندي القوات المسلحة بطريق الأوتوستراد مؤخراً واغتيال أمين شرطة معين لتأمين متحف الشمع بحلوان وآخر من قوة مباحث قسم شرطة حلوان. معنا عبر الهاتف سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور يا فندم. يعني أثار هذه العملية لتبادل إطلاق النار التي لقي خلالها الإرهابيين حتفهما بعد ما أعلن من التفاصيل الأوضاع في المنطقة اللي تم فيها استهدافهم. لا، الأوضاع هادئة تماما عقب انتهاء العملية اللي حصل فيها تبادل إطلاق النيران، استمر حوالي 6 ساعات، وطبعا المدة دي كانت بسبب حرص القوات على سلامة وحياة أرواح المواطنين اللي هم قاطنين في المنطقة، وأيضا في العقارات اللي هي مجاورة للعقار اللي كان فيه الإرهابيين. العملية أسفرت عن مصرع الاثنين الإرهابيين اللي كانوا متواجدين في هذه الشقة، وهم محمد عباس حسين جاد ده مواليد 83 ومطلوب ضبطه، وفي القضية رقم 621 لسنة 2014 حصر ده من حصر أمن دولة عليا تحرك كتائب حلوان، وأيضا المدعو محمد أحمد عبد العزيز عبد الكريم وده مواليد 91. العنصرين دول من العناصر اللي هي الإرهابية شديدة الخطورة، وكانوا مرتبطين بالقيادي المتوفي في مواجهة مع العناصر مع مواجهة أمنية أحمد جلال أحمد محمد إسماعيل، وده مسؤول ما يسمى بتنظيم أجناد مصر. دول كانوا بيعدوا لارتكاب أعمال عدائية ردا على مصر على القيادي أحمد جلال. التعامل أسفر عن مصر على الاثنين اللي احنا قلنا عليهم، وضبط حوزتهم 2 سلاح آلي وسلاح أر بي جي مزود بمقذوف، هذا بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الذخائر والعبوات المتفجرة ودوائر كهربية معدة لتجهيز العبوات، بالإضافة إلى لوحات معدنية هيئة سياسية خاصة بسفارة أحد الدول الأجنبية.
العنصرين دول متهمين في ارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية، منها اغتيال مجند من القوات المسلحة على طريق الأوتوستراد خلال الفترة الماضية، أيضا اغتيال 2 أمناء الشرطة، واحد منهم كان أمام متحف الشمع في حلوان والآخر من قسم شرطة حلوان، هذا بالإضافة إلى إدرام النيران في نقطتين شرطة في حلوان، بالإضافة إلى إدارة النجدة وإحراق وحدة المرور وتدمير كمين تحت الإنشاء على طريق الأوتوستراد. وتبين برضك أن هذه العناصر كانت بتعد لارتكاب عمليات عدائية ضد الشخصيات، العدد من الشخصيات العامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتم اختيار النيابة العامة التي قامت بمعاينة مسرح مكان الحادث وإجراء والتحقيقات اللازمة في الواقعة. تمام، بشكرك جزيلا سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام. توفي مساء اليوم المعلق الرياضي الكبير محمود بكر بعد صراع مع المرض، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى مصطفى كامل العسكري بالإسكندرية عن عمر ناهز 72 عام. فاز الراحل محمود بكر حين كان لاعبا مع النادي الأولمبي ببطولة الدوري موسم 65-66 وشغل العديد من المناصب، منها رئيس النادي الأولمبي وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. رحم الله الفقيد الرياضي الكبير محمود بكر. زي ما ذكرنا في البداية بعد عرضنا لأهم الأخبار والأحداث هنناقش مع حضراتكم ملامح برنامج الحكومة المنتظر عرضه على البرلمان خلال أيام، أهم ما يتعلق بهذا البرنامج جماهيريا وأمنيا واقتصاديا، وأيضا فيما يتعلق بالخطاب الديني محاور عدة من المتوقع أن يتضمن هذا البرنامج، هنطرح أهم ملامحها في حوارنا الأول بعد متابعة هذا البرنامج. الحكومة المصرية أنجزت بصورة نهائية من وضع برنامجها وأصبحت جاهزة لعرضه أمام مجلس النواب، هذا ما أكده السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء. وتتضمن الملامح شبه النهائية لبرنامج الحكومة التي ستتقدم به للبرلمان تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و5.5% لهذا العام، بما يكون له مردود مباشر على دخل المواطن وأحواله المعيشية، إلى جانب اتخاذ إجراءات محددة لجذب استثمارات مباشرة قادرة على توليد فرص عمل حقيقية، بما يعمل على خفض معدلات البطالة، وذلك من خلال توفير مناخ آمن وجاذب للاستثمار الوطني والأجنبي. وتؤكد ملامح البرنامج على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار مظلة أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العمل على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء وطرح المزيد من السلع بأسعار مناسبة وزيادة منافذ التوزيع وفق منظومة محددة واضحة المعالم، بالإضافة إلى العمل على تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات الصحية والإسكان والتعليم والنقل والأنشطة الرياضية والشبابية وغيرها. وتضع الحكومة على رأس أولوياتها الاهتمام بالمواطن محدود الدخل عبر تطوير شبكات الأمان الاجتماعي وصيانة حقوقه ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والفئات والمناطق الأكثر احتياجا، هذا بالإضافة إلى العمل على تنفيذ برامج التأمين الصحي ورفع التغطية التأمينية والتوسع فيها لتشمل كافة المواطنين بحلول عام 2020، مع الحفاظ على البيئة لتأمين صحة أفضل للمواطن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الحوارية الأولى، ونتحدث فيها عن ملامح بيان الحكومة أمام مجلس النواب اللي من المنتظر أن يلقيه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال أيام. بيشمل طبعا برنامج الحكومة المنتظر عرضه معدل النمو واللي وصل لحوالي 5%، انعكاسات ذلك على المواطن المصري البسيط محدود
الدخل ايضا هيتم عرض انجازات الوزارات كلها خلال الفترة اللي سبقت عمل البرلمان، ايضا رؤية الحكومة في مجالات كثيرة جدا، الاستثمار، التخطيط، الامن الداخلي، الاقتصاد الوطني، التضامن الاجتماعي، وكافة الوزارات المعنية بشؤون المواطنين. يعني من المنتظر ان يكون بيان شامل، يعني يوجد فيه كل ما تم من انجازات للحكومة، وايضا خطط الحكومة المستقبلية هتعرض بالتأكيد في هذا البيان. للحديث اكثر تفصيلا حول بيان الحكومة اللي من المنتظر عرضه أمام مجلس النواب، بنستضيف في هذا الحوار الأستاذ محمد الهواري، الكاتب الصحفي بالأخبار. مساء الخير يا أستاذ محمد، وأهلا بحضرتك. أهلا بيك. مساء الخير يا أستاذ محمد. يعني أكيد المدة اللي عملت فيها هذه الحكومة ربما يرى البعض أنها غير كافية لتقييمها، لكن يعني الحكومة منتظر أن تعرض ما قامت به وما هو منتظر في خطتها خلال الأيام القادمة. في رأيك المدة الزمنية التي عملت فيها هذه الحكومة ستؤثر على تقييم البرلمان لبرنامجها؟ هي الحكومة دي حضرتك اللي هي تعديل للحكومة السابقة اللي هي كانت حكومة الدكتور المهندس إبراهيم محلب، جت في شهر 9 في 2015. طبعا كانت الموازنة العامة للدولة اتعملت، الموازنة العامة للدولة بتبدأ 1/7/2014 لغاية 30/6/2016. فهم شغالين على رؤى الموازنة اللي كانت معمولة، الموازنة العامة للدولة. فالموازنة العامة للدولة دي بتحدد الخطط والأهداف والتمويل للمشروعات والاستثمارات وكل حاجة يعني. فهم شغالين على ضوء هذه الخطط. البيان الحكومة هو استكمال لما سبق، ان هم بيستكملوا ما سبق، لكن هو البيان اهميته في ايه؟ ان هو ان ياخد ثقة مجلس النواب فيه، فده بيدي قوة للحكومة انه يبقى عندها ظهير سياسي تشتغل من خلاله. وعشان كده حتى رئيس الوزراء بيجتمع مع مجموعات من النواب صحيح. المحافظات المختلفة عشان يشوف ايه المطلوب في هذه المحافظات، لان هو القضية ان بيان الحكومة بيشمل مصر كلها بكل انحائها، كافة الشعب المصري، كافة بقى الحاجات المختلفة، اقتصادية، سياسية، اجتماعية، واهم بند في المسألة دي كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية طبعا بتتحقق من خلال حاجات كتير جدا. اولا توفير المسكن اللائق للمواطن، وده من أولويات الدولة وأولويات الحكومة. التعليم وإنشاء المدارس الجديدة، أكبر عدد من المدارس الجديدة لاستيعاب التلاميذ، اللي هو الأعداد تتزايد، ففي كثافة عالية في المدارس. في بعض المدارس بتشغل فترتين، صعب جدا طبعا ما بقاش العملية التعليمية جيدة. في الرعاية الصحية طبعا، المستشفيات الدولة كيفية توفير احتياجاتها، انشاء مستشفيات جديدة، عملية طبعا زي علاج بعض الامراض المستعصية زي فيروس سي مثلا، والدولة داخلة بقوة في هذا الموضوع. يا حضرتك يا استاذ محمد، لما تيجي تقيم من وجهة نظرك ككاتب اداء حكومة المهندس شريف اسماعيل، لا تستطيع ان تعزلها عن الحكومة السابقة للمهندس ابراهيم محلب، لانه السنة المالية هي سنة مالية واحدة، فهي يعني بتنفذ، بس بالتأكيد ايضا كان لها يعني اسهام، ما رؤية، ما مشروعات تم ادخالها، يعني ولا هي من وجهة نظرك بس مجرد منفذة للبرنامج اللي تم وضعه من قبل الحكومة السابقة؟ ما هو يا حضرتك، هو ما انا بقول لحضرتك، هو الموازنه العامه للدوله 2015 2016 دي بمثابه خريطه طريق لاي حكومه بتشتغل. فالحكومه السابقه تعرف ان هو المجموعه الاقتصاديه ما اتغيرتش، المجموعه الاقتصاديه كما هي في الحكومه بتاعت المهندس شريف اسماعيل، ما اتغيرش فيه غير بس وزير البترول، عشان كان المهندس شريف اسماعيل وجه وزير البترول. لكن معظم بقيه الوزراء تقريبا عدد الوزراء اتغيروا مش كتير، يعني تقريبا تلت الحكومه اللي اتغير. طيب توقعك لاستقبال النواب لبيان الحكومه، يعني اذا كانت الموازنه معروفه من قبل وهي يعني بتستكمل،
من قبل حكومة المهندس شريف إسماعيل. إذن النواب على علم ودراية بخطة الحكومة اللي هي شغالة بالفعل قبل البيان. رأيك بتشكيلة مجلس النواب الموجودة دلوقتي هتستقبل البيان إزاي؟ ملاحظاتها هتكون على أي شق من يعني عمل الحكومة؟ ما خلي بال حضرتك إن في مبادرات اللي هي أطلقها الرئيس السيسي زي حزمة المشروعات الصغيرة اللي هي هيتم توفير 200 مليار على 4 سنين للمشروعات الصغيرة. المشروعات الصغيرة في أي دولة هي عصب الاقتصاد وهي ركيزة أي تقدم اقتصادي. فدي أصلا دي مبادرة جديدة فلازم تدخل في خطة الحكومة. عندك حضرتك بمشروع 1.5 مليون فدان بدأ يدخل حيز التنفيذ وبدأ في جزء ظهر في الطبيعة وانه شغال فلازم يبان ان هو مراحل بقى التنفيذ اللي جاية تبقى شكلها ايه. فدي برضو حاجات مهمة. الحاجة التانية عملية توزيع الاراضي، يعني هذه الاراضي هتوزع ازاي على الناس، هيستفيد الشباب منها ازاي، في خطط للنهوض طبعا بالشباب. احنا بنقول 2016 عام الشباب، طبعا يعني الحكومة مجهزة ايه للشباب، ايه اللي ممكن تعمله للشباب في خلال الفترة اللي جاية دي. انت عندك الشباب ده عندك يعني بقى الحكومة حتى لو كان لغاية 30/6 اللي جاي، لكن طب في لغاية 30/6 ايه اللي هيتم للشباب باعتبار ان احنا بنقول ان هذا العام هو عام الشباب. في حاجات خاصة طبعا بعملية الامن. الامن انت عارف الامن مازال احنا عندنا ارهاب، بنكافح الارهاب حتى الان. في نفس الوقت انك انت شغال على الخط الثاني اللي هو الخط الاقتصادي اللي هي المشروعات الكبرى اللي انت بداية بقى انك انت هتدخل بقى في تنفيذ مشروعات محور قناة السويس الجديدة، وده مشروعات مهمة جدا. انك انت بتسعى انك انت تخفض معدلات البطالة الموجودة من خلال مشروعات جديدة، من خلال حزمة مشروعات سواء كانت مشروعات صغيرة أو مشروعات كبرى تقام. أو المسألة الثانية الطاقة، ودي مستمرة في بدأ إنشاء بعض المحطات دلوقتي، في محطات هتنتهي آخر السنة دي وفي محطات السنة الجاية. فده كل ده حاجات المفروض الحكومة تدي رؤية لمجلس النواب إيه اللي بيتعمل عشان الناس تبقى عارفة. موجود في البيان طبعا أكيد لأن عشان الناس تبقى عارفة، حتى لأن هو المجلس النواب ده هو ممثل الشعب، فلازم ممثل الشعب ده بالإضافة بقى في القضايا اللي هي العادية بقى اللي هي مشاكل الجماهير في المحافظات في مختلف المحافظات. طيب وسط كل القضايا اللي حضرتك طرحتها، شايف إيه المجال اللي ممكن نقول إن الحكومة في يعني وقت تواجدها أو استكمالا للحكومة السابقة قدرت انها تحقق انجاز فيه حضرتك ممكن تلمسه؟ والله هي الشغل حاليا في منظومة العدالة الاجتماعية مهم جدا، لان هو انك انت عندك مستوى الفقر في مصر كتير عالي، فعملية ازاي النهوض بالأسر الفقيرة، ازاي دعمها، مشروعات تكافل، مشروعات الضمان اللي هي الضمان الاجتماعي، حاجات كتير جدا لازم تتم. وانا رايي ان هو لازم الشغل ده كله يتم من خلال مشروعات منتجه، يعني ما ينفعش ان انا ادي الاسر مساعدات، لا اديها مساعدات في ضوء مشروع منتج. ليه؟ عشان يشارك في الانتاج. مشاركته في الانتاج هتخليه يبقى حاسس بان هو بيكسب من عرق ايده زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت في اسر المراه المعيله دي برضو عندنا نسبه عاليه في المجتمع، فكان المفروض ان هي يتم دعمها بشكل جيد برضو في هذا الاطار. يعني في مشروعات بالنسبه لموضوع العداله الاجتماعيه دي مهمه جدا، حتى الرعايه الصحيه برضو مهمه، تطوير التعليم. احنا بقالنا 50 سنة بنقول عايزين نطور التعليم، لغاية دلوقتي التعليم منظومة التعليم لازم تتطور بأقصى سرعة. مش شايف أي قطاع نقول إنه تمت فيه تحقيق تقدم يذكر أو يضاف لسجل هذه الحكومة؟ هو بص هو حضرتك هو الحكومة بتبذل يعني أقصى ما عندها، لكن هو القضية إن أنت المشكلة اللي عندك مشكلة تغلغل البيروقراطية
في القاعدة الحكومية للأسف الشديد. احنا عندنا بيروقراطية احنا اللي عملنا مشكلة حتى في الاستثمار، هي البيروقراطية الموجودة. الوزراء والمسؤولين بيشتغلوا بجدية، لكن هي المشكلة ان هو لازم يبقى فيه في كل جهة او كل وزارة او كل محافظة يبقى فيه مجموعة عمل عندها ضمير واخلاص. طب ما هي لازم يكون في بيان الحكومة ما الذي فعلته لاصلاح الهيكل الاداري للدولة. هو ماشيين في العملية دي على فكرة وعاملين خطة جيدة جدا، يعني لو تنفذت اعتقد ان هي هتقضي على كتير جدا جدا من البيروقراطية الموجودة. طبعا احنا عارفين ما حدث في قانون الخدمة المدنية عندما عرض في مجلس النواب. بالضبط. فلازم يكون في قانون اخر. لا هو في تعديلات للقانون لان هم معترضين على بعض المواد، يعني في تقريبا 10 مواد في اعتراض عليها، ده يتم تعديلها وهتعرض على مجلس النواب مرة اخرى بحيث ان هو يتم الموافقه عليه، لان هو الموضوع قانون الخدمه المدنيه ده من اهم القوانين اللي هي بتعيد الهيكله الاداريه في مصر. حقيقي يعني، لان احنا مشكلتنا في مصر في عشوائيه شديده في الاداره المصريه. فالقانون ده هيبدا يعيد مره اخرى الهيكله في النظام الاداري للدوله، وده احنا عايزينه من زمان، يعني مطلوب من زمان جدا. عندك برضو منظومة الفساد الموجودة. أيوه. ازاي هتقضي عليها؟ ما لازم برضو يبقى فيه وجهة نظر الحكومة في القضاء على الفساد ازاي. ده مهم جدا، لان دي مسألة برضو يعني بتشغل الرأي العام. ان هو مازال في فساد، مازال ان هو موجود، وده هو موجود في كل دول العالم، بس هو عندنا اكتر. نتحدث عن المثل. عندنا اكتر. يعني عندنا فعلا المنظومة اكتر. وبعدين المسألة مش في الطبقة العليا من المسؤولين. المسألة في طبقات متعددة. صحيح. عشان تزيد الفساد. عايز اصلاح بقى. يعني إصلاح. الخطة او ملامح الخطة الرئيسية طبعا معروفة، ولكن عند تنفيذها بقى بنقابل بحضرتك بتقوله البيروقراطية. بالظبط. هي دي القضية يعني. الجهاز الإداري وكل هذا يعني. بالظبط. هو الحقيقة ان احنا وكل ده مرتبط بالتعليم. طبعا. انت كل ما طورت التعليم في البلد، كل ما التعليم بقى على مستوى جيد، كل مكان عملية الاصلاح الاداري بتصير بخطى اسرع. فاحنا عشان كده قضية التعليم مهمة جدا، واعتقد دي اهم قضية بتواجه مصر دلوقتي، لان كل الدول اللي هي بتحقق تقدم سريع التعليم عندها بتطور التعليم عندها. حتى في دول الخليج، انت شوف دول الخليج دي مش احنا بنقول عليها دول غنية، لكن عندها نسبة تعليم عالية جدا. فبدأت يعني تتطور بسرعة، وما عندهم التطور الاقتصادي عالي. رغم ان هو عندهم موارد، بس هو عنده التطور الاقتصادي كمان عالي. طيب يعني حضرتك شايف انه بما ان حضرتك طرحت قانون الخدمة المدنية كمثال او كخطوة نحو الاصلاح الاداري، هذا الإصلاح الإداري يؤثر على النمو الاقتصادي وبالتالي الأداء العام للحكومة في رأيك؟ بالتأكيد. ما أنا بقول لحضرتك يعني المسألة واضحة في الاستثمار. يعني أنت بتيجي تقولي أنا بعد ما عملت مؤتمر شرم الشيخ وكم الاستثمارات اللي تم الوعد بيها وكم الاستثمارات اللي اتقال هتيجي 60 مليار، كل اللي جالك لغاية دلوقتي 6 مليار. من 60 مليار يعني 10% من الاستثمارات اللي كان متوقعة. فالإصلاح الإداري بالتأكيد هيساعد كتير جدا على جذب الاستثمارات، بيحسن مناخ الاستثمار، بيدي ثقة للمستثمرين، بيتعامل مع منظومة واضحة مش منظومة متغيرة كل شوية اطلع قرارات واطلع قوانين اطلع مش عارف ايه وعمل ثغرات للناس يبقى فيها فساد. فهي دي قضية مهمة جدا. طيب. احنا نكمل طبعا هذا الحديث، ولكن بعد ان نذهب الى موجز لأهم الانباء مع محمد عبد الله. عدنا مرة أخرى مشاهدي الكرام، ما زال معنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الهواري. أستاذ محمد، عندما وضعت الحكومة برنامجها أو يعني هي في نفس الموازنة وبتنفذ ما تم الاتفاق عليه قبل كده مع مجموعة من المبادرات اللي حضرتك ذكرتها، هل أولويات الحكومة من وجهة نظرك كانت واضحة؟ يعني تبتدي بإيه وتوصل لإيه وإيه المشروعات في أي مجال اللي نبدأ بها الآن؟ يعني كل هذه الأولويات
هل كانت مرتبة الترتيب الصحيح من وجهة نظرك؟ لا، هو التعديل الداخل اللي هو بيلبي الاحتياجات العاجلة للمواطنين. أي. لأن احنا في احتياجات عاجلة للمواطنين مطلوب طبعا، لأنك انت لازم تحل مشاكل الناس وتلبي احتياجاتهم العاجلة. احتياجات العاجلة للمواطنين دي طبعا تم الإشارة ليها، لأنه هو حضرتك أساسا المهندس شريف إسماعيل يعني قال الخطوط العريضة لبيان الحكومة في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، هذه الخطوط العريضة دي تم إجراء بعض التعديلات عليها، عشان لأنك أنت بتخاطب هنا نواب الشعب، فلازم ما تخاطب نواب الشعب لازم تحسسهم أنك أنت مهتم بالمواطن بالدرجة الأولى، لأن هو الأساس في المسألة دي أو شغل الحكومة كل المواطن، الحكومة في خدمة المواطن، فهو الاحتياجات العاجلة هي الأساس دلوقتي. في حاجات طبعا الأجل بتاعها أطول ولكنها برضو ذات أهمية بالغة زي الثورة التشريعية، عندك مجموعة ضخمة جدا من القوانين غير القوانين اللي أقرت، في قوانين كتير جدا عاجلة لازم الحكومة تعرضها على مجلس النواب في هذه الدورة، في قوانين كتير جدا، قانون التأمينات، قانون التأمين الصحي، قوانين كتير جدا عاجلة محتاجة ان الحكومة تصرف في عرضها على مجلس النواب، لان هي دي بتحل لك مشاكل، مع القانون نفسه ممكن يحل لك مشاكل عديدة جدا في المجالات اللي هي بيتنفذ فيها القانون، حتى قانون الاعلام يعني نفسه، ما انت عندك قانون الاعلام برضو احنا عندنا فوضى اعلامية هائلة، لان ما فيش قانون انت بتشغل يعني ما فيش قانون يعني لا قوانين طلعت ولا المجالس اتشكلت، فانت يعني في فراغ، فدي كلها قوانين مهمة جدا وعاجلة المفروض ان الحكومة هتعرض على مجلس النواب خطة تقدمها للمجلس هتكون ازاي وهتبدأ امتى وكده. تمام. طيب معيار تقييم اي حكومة ايضا بيظهر عند الازمات، وخلال فترة تولي المهندس شريف إسماعيل لرئاسة هذه الحكومة كانت الأزمة الأبرز هي المناطق اللي كانت بتواجه الأمطار الغزيرة والسيول. شكل تعامل الحكومة مع يعني مثل هذه الأزمات، لأنه يعني أكيد ستوضع في الاعتبار عند نظر النواب إلى برنامج عمل هذه الحكومة على ضوء ما قدمته بالفعل. هو أقول لحضرتك يعني هو مثلا اسكندرية والبحيرة كانت أكثر محافظتين أديروا في عملية الأمطار. من ضمن الحاجات اللي كانت في اسكندرية كان أنه هو في محطة للصرف اتأخر تنفيذها، فدي المفروض أن دي محطة عاجلة، يعني المفروض ما يبقى عندي محطة للصرف، لأنه ما كانش فيه توقع بحجب هذه الأمطار من جانب الدولة، يعني الأمطار كانت ضخمة جدا لدرجة أنه ما كانش فيه توقع بيها. اعتقد ان هو طبعا بالتاكيد هيبقى في مشروعات لمواجهه مثل هذه الحالات خلال السنوات القادمه، فدي ضمن الحاجات، انت عندك برضه مناطق فيها سيول، عندك في حاجات كده يعني، فاكيد الحكومه في خطط في برنامجها هتحط كيفيه مواجهه مثل هذه الحاجات من خلال مشروعات تنفذ على ارض الواقع، لأن احنا محتاجين مشروعات كتير جدا. انت هو كل مشروع على فكرة حل المشاكل في حد ذاته مشروع يشغل عمالة ويشغل بتاع وكده، يعني لأن هو يعني المشاكل نفسها تحتاج مشروعات، وبالتالي فالمشروعات دي بيبقى فيها توظيف للعمالة، يبقى أنا بشغل الدائرة كاملة عشان أقلل معدلات البطالة في الدولة، فمحتاجة يعني. الحاجة التانية ان من ضمن المشروعات الحاجات المهمة جدا قانون الاستثمار، لانه قانون الاستثمار ما زال فيه ثغرات ومحتاج تعديل، فلازم يبقى عاجل، لان انا محتاج ان انا عايز جذب استثمارات اجنبية ما تقلش عن 20 مليار دولار في السنة، فانا عشان اجذب هذه الاستثمارات يبقى لازم عندي مناخ استثمار جيد، عندي قانون جيد، يعني عندي جهة تحترم المستثمر وتديله الضمانات الكافية ان هو الـ يعني المال الأجنبي دايما
جبان، يعني ما كانش يبقى يجد الضمانه والحمايه مش هيجيلك. فده كل ده حضرتك طرحت مثال مؤتمر شرم الشيخ للاقتصاد يعني بالظبط. فهو دي كلها حاجات اعتقد في خطه الحكومه ان هي تعرضها على مجلس النواب، واعتقد ان المجلس لازم يدعم الدوله ولازم يدعم الحكومه في الحاجات العاجله والحاجات المهمه. يعني حتى لو هو له اعتراض على بعض النقاط في البيان يعترض عليها ويطلب من الحكومه اصلاحها وتعديلها زي ما حصل في قانون الخدمه المدنيه، وده مطلوب يعني. طيب ايضا اكيد من الملفات اللي هتكون مطروحه في بيان الحكومه لمجلس النواب الامن القومي، ما فيش شك ايضا انه هذا شق يعني هام للغايه، هيعرض ايضا على مجلس النواب يعني ملف سد النهضه، الحدود المصريه الملتهبه في الغرب مع ليبيا وايضا في سيناء، يعني كل هذا ايضا رؤيه الحكومه وما فعلته لدحر الارهاب اكيد هيعرض ايضا في البيان على مجلس النواب. اكيد طبعا لان هو انت عندك دلوقتي انت بتواجه تحديات ضخمه جدا سواء على الجبهتين الشرقيه والغربيه. يعني الجبهه الشرقيه ما زال طبعا لغايه دلوقتي الارهاب ما زال موجود وما زال بيحصل تفجيرات كل يوم. ايوه عندك على الجبهه الغربيه عندك داعش موجوده وبتتمدد لغايه الحدود عندك، فلازم يكون في تامين للحدود الغربيه عشان تامين مصر ان هم ما يحصلش اي ثغرات يدخل منها ارهابيين. فده جزء مهم جدا وجزء الامني، لان هو برضو خلي بال حضرتك منظومه الامن اهم حاجه بالنسبه حتى للحياه العامه والحياه الاقتصاديه والاستثمار وكل حاجه. كل ما بتلاقي المساله مؤمنه عندك بيجي لك. احنا في عشان القنبله بتاعه الطيران الروسيه انت شرم الشيخ تاثرت كتير، مليار انت خسران مليار دولار. فانت التامين مهم جدا. كل ما كان التامين، ولازم كنا احنا متيقظين ان انت عندك مؤامرات، في مؤامرات ضدك فلازم كنا يبقى في حاله من اليقظه عند كل الناس عند حتى المواطن العادي، لان احنا تامين البلد ده في الداخل مهم جدا، لان هو بيؤثر بقول لحضرتك تاثير مباشر حتى على حياه المواطن نفسه. صحيح تمام. لكن يعني في قضايا ممكن تكون يعني مرتبطه ارتباط مباشر بعمل هذه الحكومه، لكن قضايا كانت يعني موجوده ويتم التعامل معها، هل يمكن تقييم معيار عمل هذه الحكومه على اساسها؟ وملف سد النهضه يعني واحد من هذه الملفات الحياتيه والمهمه بالنسبه للمصريين. هو ملف سد النهضه طبعا الدراسه بتاع المكاتب الاستشاريه اتعملت، وعلى ضوءها دي هيبدا التحرك خلال الفتره اللي جايه اذا كان هناك ثغرات معينه هيتم سد هذه الثغرات. فمسألة سد النهضة أعتقد أن الرئيس مهتم بيها بشكل شخصي، لأنه دي قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر. فدي مسألة بالغة الأهمية يعني لمصر يعني بشكل عام. ف يعني هي مش قضية الحكومة بس، بقول لك حتى الرئيس نفسه بيضعها في أولوياته. صحيح. لان دي مسألة يعني حياة بالنسبة للحكومة. طبعا وزارة الرأي معنية بشكل ما طبعا هي وزارة الرأي هي الجهة المنفذة. فلازم هي هذه الجهة المنفذة تتابع كل الأمور الخاصة بسد النهضة وتتابع ايه اللي حصل وايه اللي هيحصل والفتحات المطلوبة، ان مصر كانت طالبة زيادة فتحات السد وحاجات زي كده، دي مهمة جدا. طيب يعني هننتظر ونرى هذا البيان عندما يعرض على مجلس النواب، وهنشوف يعني كيف يستقبل النواب بيان الحكومة. نشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل الأستاذ محمد الهواري الكاتب الصحفي في الأخبار، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لك يا أستاذ محمد. وهذه الأسئلة يعني ربما نطرحها ولكن بشكل آخر، وعندما نتحدث عن ملامح برنامج الحكومة المنتظر عرضه على البرلمان القادم، من المهم معرفة رأي النواب في هذا البرنامج بعد يعني الإعلان عن الملامح أو الخطوط العريضة لي، والأهم ما الذي ينتظره النواب من عمل الحكومة سواء في ما قدمته خلال الأشهر الماضية أو في برنامج عملها لما هو قادم في الأيام القادمة.
في إطار تمهيد الحكومة لعرض برنامجها على البرلمان في منتصف فبراير الجاري، يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عددا من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب بمحافظات عدة للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين في الشارع المصري، ولينقل النواب هموم المواطنين للحكومة لوضع حلول لها معه. ورحب أعضاء مجلس النواب بطرح الحكومة لعقد مثل هذه اللقاءات، لكنهم أكدوا أن مثل هذه اللقاءات لن تكون سببا لتمرير برنامج الحكومة بسهولة، إذا سيكون المعيار الأول هو تقييم نتائج هذه اللقاءات. النواب أضافوا أن مبدأ التواصل بين الأعضاء والسلطة التنفيذية أمر إيجابي، لكنه في الوقت ذاته مطلوب أن يكون على مستوى مسؤولية كبيرة وإدراك للحظة الحالية التي تمر بها مصر، كما شددوا على ضرورة ألا تكون اللقاءات روتينية أو للشوء الإعلامي فقط. وأكد عدد من النواب أنهم سيعطوا الفرصة للحكومة ليكون الأعضاء على ثقة كاملة في التقييم عند طرح برنامج الحكومة أمام المجلس. وفي السياق نفسه أكد نائب عن إحدى محافظات الصعيد أن الوجه القبلي مليء بالمشكلات، وعلى رأسها منظومة الصرف الصحي والبطالة والمستشفيات والمدارس والطرق، مشيرا إلى أن الحكومة عليها العمل بشكل قوي في محافظات الصعيد والعمل على تنميته. كما أضاف أن محافظات الصعيد هي من المحافظات الطاردة للسكان، وبالتالي يجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها تجاه الصعيد لأن مشاكله فاقت المتوقع. ومع اقتراب طرح برنامج الحكومة على مجلس النواب، طلب أعضاء بالمجلس بضرورة أن يكون هناك رؤية واضحة للحكومة في الفترة المقبلة. ما زلنا نتحدث مشاهدينا عن البيان الذي سوف تقدمه الحكومة لمجلس النواب، وفي هذه الوقفة الحوارية هنحاول نتعرف على رأي النواب عندما يعرض هذا البيان. المفروض طبعا احنا عارفين يعني مش تفاصيله، ولكن عارفين ملامحه بالتأكيد من خلال خطة عمل الحكومة في الفترة اللي فاتت، وأيضا خطة عملها اللي هي أعلنت عنها في الفترة المقبلة. تحدثت المادة 146 من الدستور الواردة ضمن باب نظام الحكم عن كيفية تشكيل الحكومة عقب انعقاد جلسات مجلس النواب، إذ يجب على الحكومة عرض برنامجها، وإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية بيكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس. وجه في المادة أنه بيكلف قلنا رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب في حال يعني أنه هذا البرنامج لم يحظى بثقة المجلس، بتحصل مجموعة من الإجراءات. ده اللي احنا هنحاول نعرفه من خلال هذا الحوار مع السيد مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي والأمن القومي وعضو مجلس النواب. مساء الخير يا أستاذ مدحت، وأهلا بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. مساء الخير يا أستاذ مدحت. في رأيك كيف تتوقع تفاعل البرلمان مع برنامج الحكومة في ظل حالة البرلمان الحالية مع تعثر واضح يعني الائتلافات التي كانت متوقعة؟ يعني هو خلينا نفصل شوية فكرة الائتلافات عن برنامج الحكومة. برنامج الحكومة بشكل عام اللي هيتعرض المفروض المنتظر يتعرض على البرلمان، النقطة الإيجابية الأساسية اللي هتبقى فيه هو أن الرئيس مرشح رئيس مجلس الوزراء مسمي بالاسم، أنا من وجهة نظر الشخصية. إنما إمكانيات الحكومة في حقيقة من وجهة نظر الشخصية أنها إمكانيات ضعيفة لا ترتقي إلى مستوى المرحلة القادمة. يعني خلينا نقول اغلب الوزارات عشان اكون دقيق يعني. انما النقطه الايجابيه الاساسيه اللي هتبقى مؤثره على راي اغلب النواب هو ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرشح هذا الاسم، ودي النقطه الايجابيه الوحيده اللي ممكن اتكلم عليها كبدايه قبل ان نطلع على البرنامج. لان الاداء واضح، ويمكن احنا الفتره اللي فاتت معظمنا كان في نوع من الاحتكاكات بالوزارات واتصالات ولقاءات، بالإضافة لمناقشة القوانين ومقابلة بعض السادة الوزراء اللي دعيناهم عشان نتناقش معهم في بعض القوانين والتعديلات اللي موجودة عليها. قوانين عرضت وكنا محتاجين بيانات أكتر من الوزارات، يعني فضلا عن ان احنا يعني خلينا نقول المجموعة التي كان من النواب اللي كان لها اتصال سياسي مع وزارات بشكل أو بآخر، فبالتالي لها عناصر تقييم واضحة الذات اللي ليه باع في العمل السياسي أو التقييم الاقتصادي والسياسي وخلافه.
طيب المهندس شريف اسماعيل بيعقد حاليا عدد من اللقاءات مع اعضاء مجلس النواب في محافظات زي دمياط والسويس والاسماعيليه وبورسعيد والاقصر في اطار طبعا تمهيد الحكومه لعرض بيانها او برنامجها على البرلمان المفروض في اخر الشهر. يعني ما اهميه مثل هذه الخطوه؟ يعني تجاوب الحكومه او تفاعل الحكومه مع النواب ايضا في بلادهم. هو انا ما اقدرش اربط ما بين هذه اللقاءات اللي بتتم مع السيد رئيس الحكومه مع النواب ببرنامج الحكومه لان هو بيشوف ملهاش علاقه. انا وجهه نظري الشخصيه ملهاش علاقه اكثر من انها نوع من كسب ثقه النواب في ان الحكومه ستؤدي الخدمات المطلوبه منها في دوائرهم، فبالتالي يعني خلينا اقول بيكسب استرضاء النواب بشكل او باخر عن اداء الحكومه في اطار انه بيلبي رغبات النواب ومشاكلهم اللي هم موجوده في الدوائر. ده يعني توصيف واضح وسياسي واضح يعني. مش محتاج ان احنا نناقش هذا الكلام لان حتى الكلام ده يعني غير مسبوق، ما حصلش قبل كده. يعني كنا نتمنى ان ده يبقى فعلا، او خلينا اقول اتمنى ان ده يبقى فعلا ايا كان الحكومه القادمه، انه يجب ان يكون هناك لقاءات دوريه للمناطق الجغرافيه المختلفه للنواب بتاعت هذه المناطق علشان يبقى في نوع من المناقشه، وطبعا يبقى حاضر المحافظين ويحاضر الوزراء المعنيين في هذا الامر. تمام. طيب اشهر خلال يعني عمل هذه الحكومه بعد ان يعني اعيد تشكيلها برئاسه المهندس شريف اسماعيل، هل هي فتره كافيه للتقييم الواضح لعملها ام في رايك انه هينظر بشكل يعني جدي لبرنامج عملها وخطتها للقادم؟ الفترة اللي أدت فيها هذه الحكومة أصل ده مش أول مرة، مش كل الوزارات فيه وزراء أساسا سابقين وفي الحكومة السابقة واستمروا بالفعل، هناك وزراء جدد. بشكل عام تقييم الوزراء السابقين احنا عارفين ان كانت الحكومة دي جاية برضو في وقت ضيق للغاية، قائمة اعتذارات طويلة جدا، يعني لما بنبص على كشف مثلا ممكن يبقى فيه 7 أو 8 أسماء بتجد ان رقم 6 أو 7 هو اللي تولى المنصب، وفي هناك بعض السادة الوزراء اللي كانوا بالفعل من المخطط انهم يستغنى عنهم في هذه الحكومة او يعني ينتهي عملهم في الحكومة السابقة، ولكن نظرا لعدم وجود اشخاص جاهزين انهم يتولوا المنصب نتيجة اعتذارات كثيرة لان الوقت كان ضيق للغاية، كله معتبر ان كانت هذه الحكومة هتوضعها 2 أو 3 على الاكثر، فكان هناك قائمة طويلة من الاعتذارات، فاضطر رئيس الحكومة انه يستفيد يعني يستمر نفس الوزير مرة اخرى في الوزارة دي. فبالتالي تقييم الوزراء واضح للكثيرين، الوزراء الجدد برامجهم واسلوب اللي احنا بنتكلم عليه اسلوب ادائهم لاعمالهم، البعض منهم قد يكون ايجابي، انا شايف فعلا البعض منهم ايجابي، انا مش عايز اذكر اسماء لان انا شخصيا قابلت 3 وزراء خلال الفتره اللي فاتت، البعض منهم اداؤه ايجابي، في البعض اداؤه الى حد كبير يعني ما يرتقيش الى هذه المستوى، يعني مش رجل المرحله او سيده المرحله يعني بشكل عام يعني. طيب احنا معانا على الهاتف النائب جلال عواره وزميلنا العزيز، مساء الخير. مساء الخير يا ومساء الخير للاستاذ ايمان، وطبعا تحياتي لمعالي النائب دكتور مدحت الشريف. مساء الخير يا جلال. اهلا، مساء الخير جلال بيه، ازي حضرتك؟ طيب يعني المفروض انه الحكومه هتعرض بيانها على مجلس النواب يعني في وقت ما خلال هذا الشهر على اخر الشهر، انت شايف اولويات الحكومه كانت عامله ازاي؟ يعني عندما تعرض برنامجها على مجلس النواب ايه ملاحظاتك هتكون عليه؟ انا طبعا ما اقدرش استبق التقييم الخاص ببرنامج الحكومه الا عندما يعرض على مجلس النواب ويكون في يد كل نائب نسخة من هذا البرنامج وبفترة كافية، وده مطلب بعتقد انه من حق النواب حتى يدرسوا برنامج الحكومة بتأني ويسجلوا ملاحظاتهم على هذا البرنامج. انا بس الحقيقة استاذ شادي، الحقيقة يعني انا كنت بتابع حضراتكم من دقائق، واسمح لي اوجه تحية للاستاذ النائب مدحت بيه الشريف، لان مسألة لقاءات رئيس الحكومة بالنواب في دوائرهم زي ما قال مدحت بيه وانا بأيده تماما، ما هي الا محاوله من جانب رئيس الحكومه لخلق راي عام لدى النواب بالموافقه على برنامج الحكومه. الطبيعي جدا ان السلطه التنفيذيه هي التي ترسم السياسات، دي مسؤوليتها، هي بتحط السياسات وبرنامجها الخاص بالتنميه، بالمشروعات الاقتصاديه، بالرؤيه بشكل عام في كل الموضوعات الخدمي منها والاستراتيجي، وده بيدرسه النواب بتأني وبيسجلوا ملاحظاتهم اما ان يوافقوا على هذا البرنامج او لا.
ما هي الفائده؟ وده علامه استفهام كبيره جدا زي ما قال مدحت بيه، غير مسبوق ان قبل تقديم البرنامج من خلال القناه الشرعيه اللي هي مجلس النواب ان يستبق ده السيد رئيس الوزراء. هو هل هو بيجري في هذه الحاله مثلا نوع من انواع الحوار المجتمعي؟ ما هو مش مفهوم، لكن اهلا وسهلا، جائز يستمع الى اراء النواب في طبيعه مشكلات خاصه بدوائرهم، ربما يتضمن هذا الاستماع بعض الملاحظات اللي ممكن يعدلها رئيس الحكومه في البرنامج اللي هيعرضه على مجلس النواب. طيب يعني احنا قلنا هنستنى البيان، بيان الحكومه الى ان يصل الى مجلس النواب ويتم دراسته بدقه، ولكن من خلال تقييمك انت لاداء الحكومه يعني قبل ان تعرض برنامجها على مجلس النواب، اولويات وضعتها الحكومه في خطتها للعمل في الفتره السابقه، انت شايفها ازاي؟ هل كان يجب ان ترتب هذه الاولويات بشكل اخر ام هي بالفعل مرتبه الترتيب الصحيح؟ طيب خلينا نتكلم بشكل مؤسسي. يعني خلينا نقول اولا ان رئيس الحكومه الحاليه هو المهندس شريف اسماعيل، وانه لم تمضي فتره طويله على تسلمه لرئاسه الوزراء او لقيادته للمجموعه الوزاريه، اشهر محدوده للغايه. هل تكفي هذه الفتره لتقييم اداء الحكومه بشكل يعني يكون في معيار العداله قائم؟ انا ما اعتقدش، وبناء عليه اخشى ان اقيم الفتره اللي عملت فيها حكومة المهندس شريف إسماعيل فأظلمه أو أبجله بشكل ما، فيبقى برضو تقييمي غير موضوعي، فأعفي نفسي من عدم الموضوعية في تقييم أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل في الفترة اللي قضيتها. لكن التجربة ستكون يعني واضحة المعالم ودقيقة للغاية في الفترة القادمة، سواء على مستوى الأداء. لكن طبعا لو بتسألني هل تقدر تقيم أو مسموح لي أن أقيم بعض الوزارات؟ نعم أقيم بعض الوزارات. هناك وزراء الحقيقة يعني لم يكونوا على المستوى المطلوب في الفترة الماضية، وحصلت عراقيل كثيرة، وخصوصا عشان ما سميش حد بعينه يعني المجموعة الاقتصادية. المجموعة الاقتصادية تحتاج إلى مراجعة، ومراجعة ملحة للغاية في الفترة القادمة. والأداء إذا مشي الخاص بالمجموعة الاقتصادية في الفترة اللي جاية زي الفترة اللي فاتت، اعتقد ان احنا لا هيبقى يعني مسألة مش منضبطة بالمرة. يعني لك ما اخذ على المجموعة الاقتصادية بالتأكيد، والمجموعة الخدمية ايضا. يعني مجموعة وزراء الخدمات يعني المعروفة، الصحة والتعليم، ويعني دي مسائل مفهومة. اعتقد ان المواطن العادي مش محتاج المتخصص يعني يقدر يعلق كثيرا على اداء هذه الوزارات. انا مش انا كده ما فاضلش حد بقى جلال بيه، خلاص كده خلصت. صحيح عرفنا رايك بوضوح يا جلال بيه. فاضل مين في الحكومه؟ مش حد فيه ورطني. لا بس يعني هو الكلام متقارب ووجهات النظر متقاربه بين ما قلته وقاله حضرتك. وانا انا 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 يمكن يعني بتشرف ان انا من مدرسه واحده وهي مدرسه سياده دكتور النائب المحترم مدحت. الله يخلي حضرتك. احنا ما عندناش حاجه يعني الا بلدنا. صحيح. سبحانه وتعالى وفقط، وبلدنا تحت. صحيح. وشعبنا. صحيح. ولسنا يعني لا عندنا رغبه في او تطلعات اخرى بغير اللي انا قلته. عشان كده خليني بقى انتهز الفرصه استاذ شادي واقول لمدحت بيه الائتلاف الجديد امتى مدحت بيه؟ لان مجلس النواب يحتاج الى ائتلاف عقول. بس الموضوع عن الحكومه مش عن الائتلافات يا سياده النايب. هو استاذ مدحت يعني فصل، كان ده سؤالي ليه في البدايه، بس هو فصل ما بين الائتلافات وتعثرها او نجاحها وما بين اداء الحكومه. ما هي اللائحه الجديده يا جلال بيه، جلال بيه فاضل بس ان احنا اللائحه عاده المفروض كل جزء بيتكلم فيه عن الاحزاب، هيقول الاحزاب والائتلافات. في ضوء المحددات اللي احنا شفناها اللي بيعلنوا عشان الائتلافات اللي 150 عضو للائتلاف الواحد، وانه ينتموا مش عارف لكام محافظه وكل محافظه منها خمسه، هو ناقص بس يقولوا الاحزاب وائتلاف دعم مصر، وعلى الله حد يخش اي ائتلاف تاني، هو ناقص كده بالظبط يعني من كتر التوصيف. موضوع تاني بقى، الموضوع تاني ناقص بس يقولوا كده، ما فضلش ناقص حاجه تانيه غير كده بصراحه يعني. وعلى الله حد يعمل اي ائتلاف تاني يعني. احنا كان لينا نواه لائتلاف بالفعل احنا بنشكله، ائتلاف مستقلين وبعض ممكن يبقى داخل فيه احزاب اسمه اراده مصريه،
وكنا عندنا نيه ان احنا نعلنه في القريب. فطبعا اللي احنا شايفينه بعد ايه بقى خلاص، ما هو اللائحه كده هتقول الاحزاب وائتلاف دعم مصر فقط لا غير، وعلى الله حد يخش ائتلاف تاني. فهي بتتوصف على انها ائتلاف دعم مصر بس. يبقى اكيد في حوار قادم عن الائتلافات القادمه داخل طبعا مجلس النواب. شكرا جزيلا لك النائب جلال عواره وزميلنا العزيز على هذه المداخله، مبسوطين كتير بسماع صوتك. اشكرك ليك يا جلال. واستاذ مدحت، يعني بعيدا عن عمل هذه الحكومه والتحفظ على ادائها او تقييمها، السؤال العريض اللي اكيد بتحمل اجابته الكثير والكثير، الذي يريده النواب من الحكومه سواء في عملها او في ادائها او حتى في البرنامج التي ستقدمه لمجلس النواب؟ بص حضرتك، محددات البرنامج نقدر نستقرئها باختصار شديد، يعني هي المحددات نابعه مبدئيا عن تكليفات من السيد الرئيس في البدايه. يعني هنتكلم على النزاهه والشفافيه على سبيل المثال، ويمكن انا كنت متبني موضوع ان هناك لجنه نوعيه جديده في اللائحه الجديده اسمها لجنه النزاهه والشفافيه. واللجنه دي بتبقى ليها مجموعه من المهام، اهمها مثلا هو الاصلاح المؤسسي للاجهزه الحكوميه، تطبيق اتفاقيه الامم المتحده اللي احنا صادقنا عليها سنه 2005 لمكافحه الفساد. في هناك استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد انا شاركت فيها في 2013 مع بعض الزملاء من هيئة الرقابة الإدارية وانقياداتها، واتحطت في الآخر المحددات العامة واتحطت في إطار استراتيجية لم تفعل حتى الآن، فإحنا محتاجين تفعيلها. هناك نوع من حتى في الاستراتيجية نفسها بتنص لأن هناك مشكلة في التنسيق ما بين الجهات المختلفة والجهات الرقابية المختلفة، ده محتاجين إن ده يبقى موجود. هناك حزمة من التشريعات اللي احنا محتاجينها زي قانون مكافحة الفساد، زي قانون حرية تداول المعلومات، زي قانون حماية المبلغين والشهود، قانون الحماية الخدمة المدنية ده جزء من القوانين، قانون العمل المقترح من الحكومة حاليا، مشروع قانون اللي هيتقدم للمجلس ده جزء مهم برضو. في حزمة من التشريعات اللي محتاجاها لجنة النزاهة والشفافية، وانا تبنيت هذا الطرح، واعتقد ان الزملاء في المشاركين في اللجنة الخاصة للائحة اعتقد انهم صوتوا بالايجاب على ضرورة وجود هذه اللجنة بالفعل، واتمنى لانها هي اكتر من هي لجنة، هي خلينا نقول هي برنامج اصلاحي شامل بيتبنى فكر معين. الحمد لله ان السيد رئيس الجمهورية اعلنه اكتر من مرة وهو متبني هذا الفكر تماما. ففي اطار اللي انا بقول عليه ده هناك تكليفات من السيد الرئيس، على سبيل المثال مكافحة الفساد، فيبقى لازم عندي نظام الكتروني وحكومة الكترونية تستطيع تتعامل من خلاله عشان تعزل المتلقي الخدمة عن مقدمها على سبيل المثال، يعني وليس الحصر. أي. عندنا كم من الوزارات 34 وزارة، كم كبير جدا، وهناك تدخل غير عادي في ما بين هذه الوزارات، وده مش بس خبرة الاختصاصات، يعني اختصاصاتها ومهامها بتتضارب، وهناك بعض الاختصاصات اللي يعني عايز اقول بتؤدي الى تضارب الوزراء بعضهم البعض وبخلافهم بشكل كبير، وده بيؤثر بالتأكيد على اداء العمل للوزارتين. فبالتالي يجب ان تختصر وتختزل في اطار الاصلاح المؤسسي هذه الوزارات. واعتقد ان هم عاملين مقترح ان هذه الوزارات تختزل في اطار، انا يمكن متبني الموضوع ده بقالي 5 سنين بتكلم عن الاصلاح المؤسسي. صحيح. وتناقشت مع اجهزه كتير وكنت مع حضراتكم هنا طبعا كتير في برنامجكم المحترم ده، واتكلمنا على هذا الموضوع. فهم اعتقد انهم متبنيين هذا الفكر برضه لان ده في اطار تكليف الرئيس السيد الرئيس ليهم. عندهم بعض الموضوعات الخاصة مثلا الخدمة الاجتماعية هيبتدي يتكلم عنها، استراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكيفية تطبيقها، في مجموعات من الخدمات اللي المفروض في المحليات هيتم تحديثها وإعادة هيكلتها بشكل أو بآخر، استراتيجية للتنمية المستدامة حتى 2030. بس أنا عايز عشان بس أكون أمين، معلش أنا مش هعرف أخد برنامج وحاول أقراه وأنا سعيد بيه وشوية يعني موضوعات جميلة وعلميا كويسة ولكنها نظرية، واحنا بالفعل هذه الموضوعات موجوده منذ فتره طويله ولم يستطع احد ان يطبقها على ارض الواقع، اليات التطبيق ليه مش موجوده. هناك يعني خليني اقول لحضرتك هناك اولا البعض، خليني انا برجع الاسباب بشكل عام، مش هتكلم على وزير بعينه او رئيس حكومه بعينه. هناك اسباب كثيره، ما فيش قرار واضح بياخده وزير الا ما بيتردد كتير قوي فيه وبياخد قرارات، في بعض منهم عنده الجرأه ان ياخد القرار، ولكن الرؤيه يجب ان تنبع من راس الحكومه نفسها، اني انا عايز اختصر عدد الوزارات، التوصيف الوظيفي لكل وزاره يجب ان يكون موجود قصادي حتى لا يحدث هذا التضارب والتداخل في الاختصاصات اللي بيؤدي الى تعويق العمل. ده في حد ذاته نقطه قوه غير عاديه ان يبقى عندي رئيس حكومه قادر على اتخاذ هذا القرار، واحنا ما شفناهوش الكلام ده، ما شفناهوش لفترات طويله، اتكلمنا فيه كتير وانا اتناقشت فيه كتير وطرحته كتير جدا حتى الان. مع ان صلاحيات رئيس الحكومه في الدستور كبيره، يعني
نعم وصلاحاته كاملة تماما، وهو بيشكل حكومة. مع حضرتك هقول تاني نفس المثل الغريب جدا والفج اللي احنا كلنا بنقوله، انا قعدت حوالي 3 سنين او 4 سنين بنادي ان يكون هناك هيئة منفصلة للتعليم الفني. التعليم الفني هو مستقبل النهضة لمصر، بدونه نتأكد تماما ان حضرتك هيبقى في عندنا مشكلة كبيرة. انا حتى في الدائرة بتاعت النظرة مصر كده احنا بندور على دلوقتي ان احنا نعمل تدريب للشباب محدود الدخل في مناطق، عندنا مناطق محدود الدخل زي الهاك ستيب ومناطق ممتدات النزهه ومناطق زي منطقه عزبه المسلمين ومناطق مختلفه. بنحاول احنا بننسق دلوقتي مع وزاره الصناعه والتجاره عشان اداره التعليم الفني، لان هناك فنيين ولكنهم يحتاجون الى تدريب حتى يرتقوا الى مستوى سوق العمل. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الوزاره دي او الهيئه دي. اخيرا كان المهندس ابراهيم محلب اعلنها وامر بتشكيلها، والحمد لله تم تشكيلها، وكانت وزاره الدوله في الاول واعترضت اكثر من مره على وسائل الاعلام لغايه ما قدم تاني مقترح للسيد الرئيس وصد عليه السيد الرئيس بان تكون وزاره مستقله، يعني وزاره تنفيذيه ليها ميزانيه منفصله وليست وزير بلا وزاره، مجرد امانه فنيه. وبعض الدراسات اللي عايز اقول الدراسات بس التحديث والاستشاريه للوزراء الاخرين مع حلول هذه الوزارة الجديدة وزارة السيد المهندس شريف اسماعيل لغى الوزارة خالص. بأني منطق بالوزارة بقالها شهرين ثلاثة واجي انا الغيها بعد الحكومة اللي بعدها بشهرين ثلاثة؟ كلام مش منطق، مش مقنع بالمرة. فين اساسا؟ واحنا لسه كنا يعني البعض بيقول احنا قدامنا 30 سنة من بعض المسؤولين والحكوميين الموجودين حاليا كان بيقول انا بقالي قدامنا 30 سنة عشان اعمل اصلاح اساسي، وانت بتاخد قرار لإلغاء وزارة في حينه. 30 سنه لاصلاح كان جه البعض وطلع تصريح بهذا الامر بدون ما نخش في تفاصيل. احنا قدامنا 30 سنه من احد الحكومه الساده المحترمين الموجودين يعني. فاحنا بنتكلم في اصلاح مؤسسي يجب ان يتم بشكل متوازي مع اداء الحكومه العادي، وده موضوع مش صعب ومش تكنولوجيا حديثه. ويمكن انا كنت بتكلم بوضوح الفتره اللي فاتت في كيفيه ان اوروبا الشرقيه، لان انا كنت مشرف على برنامج تحديث التجاره في مصر في مرحله برنامج بتاع الاتحاد الاوروبي كنا نطبقه هنا. كيف استطاعت اوروبا الغربيه ان ترفع من كفاءه وقدره المؤسسات الحكوميه والوضع الاقتصادي في اوروبا الشرقيه لترتقي الى مستوى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي مع اوروبا الغربيه؟ برنامج واضح وبياناته واضحه واستفادته، مش بقولش بقى اصل ده عشان اوروبا وده علشان لا 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 خالص. الاساسات والاليات موجوده. تمام. وعندنا تجارب سابقه كانت وزاره التنميه الاداريه قامت بيها بالفعل في بعض الوزارات اللي سمحت لها بانها تخش عشان تتحدث هذا الجهاز الاداري. بعض الوزراء كان بيرفض دخول وزاره التنميه الاداريه في هذا التوقيت عشان ما يكشفش نفسه، لانها كانت معنيه كمان بمكافحه الفساد، كان عندها لجنه النزاهه والشفافيه. يعني انا عايز اقول ان المنظومه ككل بتحتاج الى ادوات مش مجرد كلام وشعارات. طيب عشان خاطر يعني هذا الفساد ويعني فكره الخوف من التغيير، هل دي حاله موجوده؟ لانه حتى لو المقارنه مش يعني مش صحيحه تماما، لو جبنا مثال زي قانون الخدمه المدنيه نظر ليه يعني لدى المؤيدين ليه انه خطوه على طريق الاصلاح الاداري، لما تم عرضه على مجلس النواب رفض، وقيل ان النواب الرافضين لهذا القانون انحازوا للجهات العامله في الدوله اللي كانت متخوفه وعندها تخوف كبير جراء هذا القانون، هل دي حاله خوف من اي تغيير؟ بصي حضرتك القانون ده يعني انا شخصيا وافقت عليه مع تغييرات محدده، عدد من التغييرات المحدده، واعتقد ان السيد الوزير العجاتي وزير شؤون مجلس النواب اعلن بوضوح كممثل للحكومه في مجلس النواب ان هناك نقاط سلبيه في هذا القانون، وهو يعترف بهذا كممثل للحكومه، وانه كان بيتعهد باجراء هذه التعديلات. ويمكن انا كنت احد المؤيدين ليه وبعد تعديل، مش مؤيدين على وضعه الحالي. هذا القانون قاعدة إصلاح جيدة، إمكانية التنفيذ هذا القانون يعني خليني أقول يجب أن تسبق كثير من الأمور اللي بنتكلم فيها عن إعادة هيكلة وخلافه، ده مهم جدا. إن هناك بعض النواب اللي استجابوا لرغبات ناخبيهم في الدوائر المختلفة من العاملين في الحكومة، فده برضو يعني رؤية قد يكون إحنا لازم نوازن ما بين مصلحة الوطن والمواطن. يعني لازم يبقى فيه هناك نوع من الموازنة. إنما اللي أنا عايز أوصله في الآخر، لا مش 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 قصة خوف من التغيير، قصة أن هناك ضغط من ناخبين على النواب في دوائرهم لأنهم متضررين من بعض الأمور اللي موجودة فيه. وهو طبعا في بعض التضرر، إن ما ينفعش إن أنا أجي في القانون وأقول العلاوة الدورية مثلا 5% وأنا عارف نسبة التضخم السنوية قد إيه وبتكلموا على 5% وبقلل نسبة العلاوة بتاعت مستحقاته المالية، ما ينفعش يا مستقى في الوقت الحالي. ويمكن أنا قلت ولكن أيضا بقاء الجهاز الإداري على حاله
يعني هيتسبب في مشكلة كبيرة. لا هو بقاء الجهاز الإداري على حاله هذا بيعني تماما توقف الحالة الاقتصادية في مصر على شاكلتها الحالية, واللي احنا بنقول انها بتعاني من كثير من الازمات وقد تعصف بيها في اي وقت. احنا حضرتك مش هنقدر نوفي هذه الاحتياجات, احنا ما عندناش قوانين اساس, ما عندناش أجهزة أساسا في الدولة تستطيع أن تقوم بمشروع قومي واحد. إحنا بنلجأ للقوات المسلحة لتضع المنظومة وتتبنى هذه المنظومة وتشرف على الشركات الخاصة للتنفيذ. الأجهزة الحكومية ضعيفة للغاية ومهترئة, تحتاج إلى إعادة هيكلة وقوة دفعة جديدة عشان تتحرك, والعدد الضخم اللي موجود ده إحنا مش هنقدر نقول له حاجة دلوقتي, ولكن على الأقل اوقف التعيينات واللي بيخرج معاش بالظبط, واللي بيخرج للاسف لغايه دلوقتي بيعلن عن وظائف في الحكومه. انا مش مستغرب بصراحه, يعني عندي 7.2 مليون موظف وانا بدور, ولسه ضامن 800 الف موظف خلال الفتره اللي فاتت دي, ولسه بدور على ان عين الناس. انا ما عنديش من 7.2 مليون ناس يغطوا الوظائف الحاليه حتى لو كان الاحلال بالتوازي ما بين الوزارات والاماكن المختلفه. كلام غير منطقي. المفروض ان اوقف التعيينات, اللي بيخرج معاش شكرا كفايه كده, افتح باب معاش مبكر زي ما القانون قال بالظبط كده, يعني خبير اكتواري يحط لي شكل معين لعدد نسبه التناقص بشكل مباشر او تدريجي للحكومه في خلال سنه كذا هيبقى كذا, وده هيؤدي لاداء جيد, انا واثق من كده. انما انا مش محتاج ان امس دخل الموظف الحالي لان هو خلاص رتب نفسه بحياته بهذا الشكل. اذا بتتوقع من الحكومه خلال تقديمها لبرنامجها لمجلس النواب مشروع جديد للخدمه المدنيه او تعديل؟ لا, وهو القانون ده حاجة منفصل عن البرنامج. البرنامج ما هي الى خطوط عامة. هو ناوي يعمل ايه على المدى فقط, مفيش تفاصيل, مفيش ارقام, مفيش ما اعتقدش انه هيبقى بالشكل ده. انا اعتقد ان هتبقى بيانات عامة وحاطط مؤشرات, واعتقد ان المؤشرات كلها هتبقى نظرية شكلها كويس وعلمية, نظرات مؤشرات علمية وكي بي ايز وخلافه, هتبقى حاجات كويسة. بس كيف تطبق؟ احنا عندنا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد محطوطة من 2014, كان المفروض هناك مثلا يعني زي هو محدد الأهداف بتاعته, قصيرة الأجل, متوسطة الأجل, بعيدة الأجل, وهي استراتيجية. قصيرة الأجل لم تنفذ بالكامل حتى الآن, وبيقدم طلب علشان يعدل, بتبقى بدل ما تبقى قصيرة الأجل يضمها على متوسطة الأجل ثم يرحل. فإذا احنا بنتكلم على ان هناك آليات الجهاز الحكومي مش قادر ينفذها. احنا كل اللي عملناه مثلا في استراتيجية وطنية مكافحة الفساد بقى عندنا نقطة مكافحة فساد في كل وزارة من الوزارات, ونقطة مكافحة الفساد بقى فيها موظفين بالظبط. احنا عملنا زي ادارة شؤون عام الزير, عملنا زير ومين اللي هيشرب يبقى نعين واحد تاني, مين اللي هيملى الميه نعين واحد تالت وهكذا, ويبقى برضو يعني انا اسف يعني تعيينات زيادة واضافات بلا قيمة واقعية وحقيقية. الوزارات والهيئات لم تتجاوب على الاستراتيجية بشكل واضح. يعني عايز اقول لحضرتك حتى الاجتماعات بتاعت اللجنة التنسيقية الفرعية ما تمتش غير دلوقتي, بقى لها فتره طويله. طيب جدا. طيب يعني بما ان حضرتك فصلت ما بين واقع البرلمان حاليا وما يتعلق بالائتلافات وما بين عمل الحكومه, ده موضوع منفصل, بس يعني ايه ده سادت حاله من عدم الارتياح لعمل هذه الحكومه او حتى لبرنامجها المنتظر عرضه خلال ايام؟ السيناريو البديل هل احنا جاهزين ليه؟ بصي حضرتك, زي ما قلت لحضرتك, الايجابيه الاساسيه التي ستؤثر على راي اغلب النواب هو ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما له من شعبيه واخلاص في عمله واخلاص للمصلحه الوطنيه ان هو المرشح رئيس الحكومه. انما لو دي لحظه واحده ان النواب نسيوها, فانا اعتقد تماما ان هذه الحكومه لن يكون لها مكان. الجزء بقى اللي حضرتك بتتكلمي عليه ان لو الحكومه اترفض بيانها, وانا يعني قد يكون انا استبعد ذلك, يعني انا شايف نسب الرفض ضعيفه مش كبيره, عشان اكون واقعي نسب الرفض, لان برضه زي ما قلت أن مساندة الرئيس لاسم رئيس الحكومة ده احترام, يعني خليني أقول مش عايز ثقة في الرئيس, في كتير من النواب مش هيحاول إنه يعني إنه يرفض, لكن هي دي الإيجابية الأساسية. بس البرنامج هيبقى له تأثير. هل البرنامج واقعي؟ هل بيحاكي الواقع؟ هل ليه آليات يمكن تنفيذها؟ إحنا شايفين السوابق, يعني برضه في رهان في البرنامج ده, الرهان على إن هل كل النواب مدركين تماما, لان مش كل النواب ليهم خلفيات سياسيه زي ما احنا شايفين, ولا ايديولوجيات ولا نشاط حزبي ولا متابعه سياسيه ولا اقتصاديه. ان كل نائب ليه يعني فكره وفهمه وعمله وخبراته السابقه, ولكن الخلفيه السياسيه الى حد كبير قوي نادره. فهل هل هناك نواب يستطيعون ان يتابعوا هذا ام لا؟ فالكلام اللي هيبقى موجود كلام نظري كويس, بس في التطبيق والسوابق
تؤيد ان من الصعب هذا التطبيق بهذا الفكر وبهذه الرؤيه اللي موجوده لدى البعض. وخليني اقول انه بيعتمد على بعض القصص اللي بتتكلم على محدود الدخل هيبقى بشكل او باخر علشان يدي انطباع ان هناك اهتمام بمحدود الدخل في برنامج الحكومه، لكن الاساس كله مش في خدمه تقدم، الاساس كله في هيكل اداري لهذه الدوله يحتاج الى تغير فاعل وهيكله واضحه من اول رئاسه مجلس الوزراء لغايه اقل مستوى في الدوله. البيان يا سياده النائب، ايوه، يعني بيقبل ويرفض بكامله ولا ممكن انه انتوا تطلبوا تعديل ما في نقطه ما؟ يعني النظام ايه؟ بص حضرتك، هو البرنامج هيطرح وهيبقى فيه نقاش وهترفض او ترفض او تقبل، ومن الممكن جدا ان الحكومه تقبله كله وترفضه كله؟ انت هترفض؟ لا طبعا هيبقى في اجزاء، وفي النهايه هيبقى في رفض كلي او قبول كلي، لكن البرنامج هيتحط المفروض انه يقسم الى وزارات او الى مناحي، احنا لسه ما شفناش البيان، انما انا بقول لحضرتك المفروض ان كل وزاره ليها برنامج وفي النهايه بيشكل خطه الحكومه ككل. فانا ممكن انك بتطلب وزير علشان يجي يعرض جزء معين، انت بتطلب تعديل او تغيير، فمن الواقع طبعا انه ممكن جدا الوزير طب هنقدر نعدل ده بشكل او باخر، نقدر نعدل ده ونقدر ننفذ اللي بتفكروا فيه بشكل يعني الموضوع يعني وارد ارجاء الموافقه على البيان لحين تعديلات لبعض التعديلات اللي ممكن تتم، بس خليني برضه اكون واقعي. طبعا ده هيتم، لكن احنا لازلنا بنتحدث عن رؤية بعيدة المدى وعايزين نشوف آلياتها. انت هتطبق ازاي؟ انا ممكن اقول ان انا هعمل حاجات كتير جدا، طب انت عندك الادوات اللي تقدر تنفذ بيها الحاجات دي؟ عندك موارد بشرية، عندك موارد مالية، عندك قدرات وخبرات معينة تستطيع تنقل النهاية. ما هو ده لازم تجاوب عليها الحكومة. ما هو ده بالظبط، احنا منتظرين واحنا عارفين انه ما عندوش، يعني احنا في نقاش لسه مع وزير الاستثمار كان في قانون الاستثمار اللي هو كان تعديل قانون رقم 8 للاستثمار، اتناقشنا في عدد من البنود الموجوده في القانون بالفعل، وعشان كده احنا تحفظنا على احنا وافقنا على القانون مع اعادته مره اخرى لتعديله. يعني انا كنت بتكلم مع السيد وزير الاستثمار، طب عند حضرتك انت حضرتك شكلت في هذا القانون مركز قومي مثلا، انا بدي حضرتك مثال بسيط بس، مركز قومي للترويج وعملت له ميزانيه منفصله وخلافه، سؤال واضح للسيد الوزير، حضرتك عندك قطاع اسمه قطاع الترويج في كم موظف؟ في 70. القطاع ده من وجهه نظر حضرتك ناجح؟ انا من وجهه نظري انه لم ينجح ولم يؤدي الغرض منه، وحضرتك بالدليل ده ان حضرتك بتعتمد على اوت سورسنج، بتعتمد على شركات خارجيه لتقوم بالترويج في مكانه. قال بالفعل هو بالفعل مش ناجح، وانا عندي طب وانت بتعمل قطاع بعد كده ليه؟ بتعمل قصدي يعني مركز قومي ميزانيه ليه؟ هم 70 موظف القطاع المركز القومي هتعمله ايه؟ هعمله 150 موظف. يعني احنا بنزود الاعباء على الدوله ما بنحلش. احنا بنتكلم على وحده صغيره عنده باختصار شديد، وبرضه في المناقشه قدام اللجنه الاقتصاديه ده مثبت اساسا في مناقشتنا في اللجنه نفسها مثبت في محضر اللجنه، بنناقشه مثلا على وحده صغيره عنده اسمها بدايه، بتتكلم في مشروعات صغيره متناهيه الصغر ومتوسطه. الوحده دي قلت له انا ما شفتش منها غير ان انا بنتعزم في الفنادق، بناكل فنادق خمس نجوم وتقعد تعمل لنا سيمينار، بقالنا كذا سنه على كده وناس شكلهم شيك ولابسين كويس وخلاص بنقوم ما فيش حاجه بتتعمل. فقام موظف الموضوع على ان حد من المستشارين قال بس احنا بقى دلوقتي طورنا. ايه بقى اللي طورته؟ انه بقى بيتبنى دلوقتي الشباب اللي بيتبنى مبادرات علميه في اطار اتفاقيه مع اكاديميه البحث العلمي. قلت له يعني حضرتك احنا بنعمل مكنه عشان تطلع نسيج وخيط احولها انها تطلع كنافه؟ ما هو انت عايز تسمى الاشياء بمسمياتها، وبعدين المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغيره انت علاقتك بيها ايه؟ يعني بص حضرتك الموضوع بشكل عام، معلش عشان انا بتكلم بصراحه، احنا مش عايزين نخلي المشاهدين يحسوا بانه انا بقول ان الاصلاح المؤسسي جزء فاعل. معلش حضرتك لازم نبقى واقعيين، الرؤيه واضحه، احنا ما بنخترعش عجله، الرؤيه وسهل جدا ان احنا نقول مش في يوم وليله، مجهود وعرق وتعب وناس محترمه تشتغل في فريق عمل، ولكن الرؤيه واضحه، لازم يبقى اللي موجود فاهم هو هيعمل ايه ومقتنع بيه وعنده ادواته. هي دي النقطة، بس أنا مش بقولش أكتر من كده. طيب بالعكس أنا بقول، أنا بنقول ده دلوقتي كمجلس نواب لحكومة، إحنا نفسنا الفترة اللي فاتت في بعض الوزراء المحترمين اللي دعونا واتناقشوا معانا في موضوعات معينة عشان تصرفات معينة خلال المرحلة اللي جاية، وتناقشنا معاهم وبالفعل من خلال المناقشة إحنا يعني ادينا لهم بعض الأفكار وادينا لهم بعض المقترحات، لدرجة إحنا اتفقنا إحنا نعمل ورشة عمل علشان نطلع في الآخر من هذا المنتج منتج فعلا قابل للتنفيذ.
تمام. فيعني الموضوع مش صعب، احنا لازم كلنا نساعد، احنا مش جايين عشان ننتقد بس. هناك خبرات داخل هذا المجلس، ناس محترمين كتير جدا انا قابلتهم حقيقة، وعندهم القدرة لإسراء العمل الحكومي بشكل او باخر. احنا مش شغلتنا ننتقد، مش هو ده، مش معنى ان انا جاي للرقابة ان انا طول النهار قاعد انتقده بس. لا، انا مستعد اساعد، وان كان انا ما بتكلمش عن حد بعيد، احنا بنتكلم عن وزارة التعاون الدولي. السيدة الوزيرة المحترمة دعتنا وقالت أنا بفكر في كذا وكذا وعايز أعمل كذا وعندي منح بشكل كذا وعايزين تفعيلها بشكل، وتناقشنا في شبه ورشة عمل، وتوافقنا فعلا إن إحنا هنقعد خلال أسبوع جاي هنقعد مع بعض ونحط آليات لتنفيذ البرامج اللي جاية للوزارة دي إذا ربنا أراد سبحانه وتعالى والحكومة استمرت أو حتى ما استمرتش. فإحنا برضو مثال ناجح هو يا سيادة النائب. أيوة أنا بقول لحضرتك، أيوة عشان كده أنا بقول لحضرتك، لا في، أنا مش عايز أذكر يعني أنا مش عايز أذكر أسماء عشان ما بقاش متحيز لبعض الأطراف، لأن أنا قابلت برضو بعض السادة الوزراء خلال المرحلة اللي فاتت، لا ليه رؤية وبيتحرك وبياخد قرارات قدر استطاعته، بس برضو لازم الصلاحية تيجي من فوق، من رئاسة مجلس الوزراء واقتناعه بأن هناك إصلاح هيكلي فاعل يجب أن يتم. مشروعات الصغيرة متناهية الصغر دي اللي احنا بنتكلم عليها بقى كتير، والسيد الرئيس إرادته السياسية دي يجب أن يكون لها هيئة تشمل جميع المشروعات الصغيرة متناهية الصغر. احنا نسينا الائتلاف على فكرة، مهم ان احنا نتكلم عنه. الائتلاف نتكلم عنه، توعدنا بقى بحوار اخر يا سيادة النائب عشان نتكلم عن الائتلاف. انا ما عنديش مشكلة بس قبل البيان ولا بعد البيان هتبقى؟ بعد بيان بيان الحكومة. لا احنا لسه في اللائحة، في عمل احنا لسه في اللائحة لحضرتك. اتعمل الائتلاف، بيتعمل في يعني اتحط مقترح لهذا الائتلاف متفصل على دعم مصر، ناقص يقول الاحزاب وائتلاف دعم مصر 150 عضو. خلي الائتلافات تبقى في حوار اخر، دي قصة ثانية دي، هي لانها قصة كبيرة. لكن انطلاقا من الدور التشريعي للنواب، نواب مصر، في رأيك حتى ما لا اعتراضات على أداء هذه الحكومة إذا ما استمرت في عملها، شايف يا أستاذ مدحت أن الدور التشريعي قادر على أنه يحد من الفساد، يحد من الضغط على الدولة بالتعيينات بالقطاعات اللي ممكن تنشأ في العديد من الوزارات وبيكون لا جدولها؟ بصي حضرتك، أنا شايف أن البرلمان ده فيه آليات جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، ليه شكل ونمط مختلف عن البرلمانات السابقة كلها في تاريخ مصر. البرلمان ده فيه حرية كبيرة للنواب انهم بيتكلموا، بصرف النظر عن هناك البعض اللي بيحاول يشكل تشكيل او كيان او ائتلاف زي ما احنا بنقول ويقصر المصلحة الوطنية عليه بدون الاخرين. فنحن نتكلم بشكل عام، لا في امكانيات كتيرة في هذا البرلمان ممكن استغلالها للمرحلة القادمة. يكفي انه هو مش برلمان موافقون، ويكفي انه مش برلمان بيتفقوا مع بعض على القرار قبل ما يخشوا ويخشوا على البرلمان لمجرد الموافقه وخلاص. دي حاله حراك سياسي احنا مش متعودين عليها بالظبط، ولا انه برلمان بيتعزموا كلهم على الغداء في فندق 5 ستارز ويرجعوا بعد كده على جوه عشان يقولوا احنا موافقون. البرلمان ليه شكل مختلف شويه وفي ايجابيات كتيره من خلال في ديناميكيه، في الحركه، في الرؤيه، في الاصرار على النجاح. حقيقي انا شفت عناصر كتير جدا محترمه جدا من الساده النواب اللي موجودين معانا، وعندهم القدره كمان انهم يتواصلوا مع جهاز الدوله، وفعلا في دوائرهم عملوا حاجات كتير. يعني انا مش عايز اقول انا عملت، لا انا بقول كمان والباقين من خلال تواصل مع المحليات ومع الوزراء المعنيين وخلافه بيأدوا اداء جيد. المرحله اللي جايه دي لو فعلا قدرنا نكون ائتلافات محترمه، مش ائتلاف بيفتقد على الاخرين، لان دعم مصر ولا دعم الدوله مش منحصر على شخص ولا فئه ولا ائتلاف ولا شخص ولا عايز اقول ولا وظيفه بعينها، لا احنا بنتكلم في النهايه ان هناك عقول، ويجب ان يكون ثلاث او اربع ائتلافات محترمه في هذا البرلمان. هي في مرحله قادمه هتقود الحياه السياسيه في مصر، مش بس داخل مجلس النواب، كلنا بندعم مصر. ولا ما انا بقول لحضرتك مش مقصور على حد، انا اسف يعني كلنا دعمنا مصر وكلنا مقصور على مصر كلها بالظبط. وقت الحوار انتهى، ولكن يعني كانت يعني معلومات كثيره جيده عرفناها من حضرتك، ومنتظرين اداء حضرتك واداء كل النواب عندما يناقشون بيان الحكومه لما يعرض على مجلس النواب. اشكرك شكرا جزيلا النائب مدحت الشريف استشاري الاقتصاد السياسي والامن القومي وعضو مجلس النواب على هذا الحوار، ونراك على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا لك استاذ مدحت، ومشاهدينا نشكركم على المتابعه، وغدا فريق عمل جديد يلقاكم على شاشه النيل الاخبار من القاهره. الى اللقاء.